حتى اوصل لك السيناريو. ودي صور الممثلين اللي انا رشحتهم، ما ناقص بقى غير انك تتعاقد معاهم. ايوه استاذ عادل، بس انا ليا ملحوظه على الاسماء المترشحه انها يعني مش منوره. مش منوره يعني دي ناس ليها تاريخ. ماشي، بس اتحرقوا خلاص، اشتغلوا فيديو كتير الناس دي. انا عايزك تركز على بتوع السينما الجداد، في اسماء كتيره اهم. استاذ عادل احنا عايزين ننزل نكسر الدنيا. الناس دي هي اللي انا اخترتها علشان شايفهم جوه الدور. بعدين ايه حكايه تتحرقوا دول؟ هم رغيف عيش. انا مش فاهم انتوا عاوزين تقعدوا جيل بحاله في البيت ليه؟ ده ظلم. وبعدين احنا اتفقنا في الاول، انا المؤلف وانا المخرج وانا اللي هختار الكاست، غير كده دوروا على حد تاني. انا عايز اسمين اتنين من الاسامي المنوره. يعني اسماء منوره زي مين؟ الاسماء كتير، اختار انت. انا هبعت لك قائمه بكل اسماء الفنانين اللي هكون سعيد لو اي حد فيهم اشتغل معاك في الفيلم بتاعك. وبعدين اما تختار اسمين منورين في الفيلم يعني مش موضوع يا سيدي. ها على فكره احنا مشروعنا فني تجاري، يعني انت برضو اكيد مش عايز نخسر ولا ايه؟ طيب ابعت لي الليسته بتاعتك بتاعت الناس المنورين دول وانا هشوف، لو حد فيهم ينفع هختاره، لكن لو ما ينفعش مش هجامل. تصفوت بيه؟ مدام هناء بره عايز تقابل حضرتك. مدام هناء؟ هناء مراتي؟ ايوه فهم. طب خليها تفضل. حاضر. ازيك يا صفت؟ اهلا. ازيك يا هناء؟ اتفضل. انا اسفه ان انا جيت بس انت ما بترديش عليا. اديك شايفه انا مشغول قد ايه. واضح. انا تحت امرك. شهور ما بتردش عليا انا وبابا، كنت عايزه اعرف انا ايه، مراتك ولا مش مراتك؟ بلغت بابا انك طلقتني، فضلت قاعده مستنيه ورقتي ما جاتش، حاولت اقابلك وانت رفضت. أنا وضعي إيه صفت؟ أنت عايزة وضعك يبقى إيه؟ مش المهم أنا، المهم أنت صفت، أنت اللي عايز تطلقني. ما هو لما مراتي تقول لأبوها إن أنا بسرق فلوسها وأبوها يجي لغاية هنا ويهددني، يبقى لازم أبعد. كفاية بقى يا صفت، أنت من ساعة ما سبتني وأنا مش عارفة أعيش. أنا بموت كل يوم من غيرك. أنا بس لما سألتك كنت عايزة أستفسر مش أكتر. وبعدين انت عارف كويس قوي ان انا باثق فيك، وفلوسي وفلوسك واحد اصلا. وابوكي ده رايه؟ مش مهم راي بابا، المهم انت يا صفوت، انت اللي جوزي. هناء انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزاك تسامحني وانا اسفه على كل حاجه عملتها، واوعدك مش هزعلك تاني. كل اللي انا بتمناه دلوقتي من الدنيا حاجه واحده بس، انك ترجع البيت وترجع حياتنا زي ما كانت، وانا عمري ما هزعلك تاني. واذا كان على الفلوس انا عارفه ان هي هترجع، انا بثق فيك يا صفوت، انت بس اللي فهمتني غلط. ابوكي قال لك على القعده اللي كانت بينا هنا؟ قال لي انك كنت متعصب جدا، وقلت له كمان انك عايز تطلقني. بس بس انا انت عايزه نكمل؟ طبعا يا صفوت. انا مش عارفه اشكرك ازاي، انت بجد ملك في السماء. مش للدرجه دي يعني، هو انا عملت ايه اصلا؟ انت حققت لي حلم حياتي، اني ادرس مزيكا، دي حاجه مش بسيطه يا صفاء. المشكله بس ان اهلك وخصوصا عمك مجدي لو عرفوا ان انا قررت الموضوع ده اعتقد ده مشكله كبيره بيننا الاثنين، واحنا اصلا مش ناقصين مشاكل. مجدي ملوش كلمه عليا، انا ابويا عايش على وش الدنيا، هو بس اللي يقول لي اعمل يوم اعمل شيء. يا ترى ابوكي بقى لو عرف
هيبقى عادي؟ هياخدني بالحضن مثلا؟ ده بالقليله هربطني في ساقه 100 الغانم. يا سالي مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده ايه بس؟ انت اصلك صغيره وما شفتيش الصراعات اللي كانت بين العيلتين ايام ابويا وجدك كانوا عايشين. عموما رغم احساسي ان انا ممكن اكون بغلط، بس بصراحه اللي مشجعني هو موهبتك. انت عندك صوت مش عادي. صوره مهرزه جدا. معنى كده انك هتقف جنبي للاخر؟ مش عارف، انا عايز بس خايف اكون بصحي نار تحت رمادي. نار ايه ورمادي؟ مش لايق عليك الكلام ده يا سولي. اه يا سولي، على اساس ان انا فرفور بقى وكده يعني. لا اسفه مش قصدي والله، بس انت مكبر الموضوع. انا قررت مستقبلي خلاص ومفيش حاجه هتوقفني، وبتمنى انك تساعدني. خلاص يا بنتي كمان تساعديني بانك تاخدي موافقه اهلك على دراستك هنا. مش عايز اكون بعمل حاجه من ورا حد، ومش عايز اي حد يراكبني غلط. انت عايز ايه؟ انا عايز ايه يعني؟ عايز اكل. مش ده محل اكل ولا ايه؟ على فكره انا جاي انفعك. بص يا مجدي، انا ما بقتش ليلي بتاعت زمان اللي شفتها اول مره، انا بقيت قديمه في مصر وفاهمه كويس الحركات دي. اه يعني بقيتي صايعه ولفه ودايره كده زينا. ايه الكلام ده؟ ايه يا ستي ماله الكلام ده؟ انا مش قصدي، انا قصدي ان انت بقيتي يعني فاهمه كل حاجه وهرشه الليله. هرشه الليله؟ انت عايز ايه؟ بصراحه؟ اه بصراحه. بصراحة أنا ما بقتش عجباني العداوة اللي بيني وبينك دي. كل ما تشوفيني تقومي مصدرالي وشك الجبس ده. ليه يا ست أنا عملت لك إيه؟ ما عملتش ولا هتعمل ولا تقدر تعمل أصلاً. اللهم صل على النبي. إحنا بقينا جامدين أوي أهو. أنا هقوم وأسيبك على فكرة. لا 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 ما تهزريش. بس بقى أنا جاي لك. بصراحة عايز أقول له جوايا بس مش عارف. أنا يا ليلي يعني. أنت ممل. أنا بدأت أحس بكده برضه. هو أنا مش ممل أوي يعني، بس بصراحة أنا بقيت أخاف أقول له جوايا عشان انت بتقلبي فجأة ومالكيش امان. مسيو مجدي اهلا وسهلا، ازاي الصحة؟ اهلا وسهلا يا فندم، الصحة بخير الحمد لله. بس والله انا مبسوط جدا حضرتك يعني اول مرة تسلمي عليا بحب. لا ازاي، انا طول عمري احبك، احبك موت جدا. عارف مسيو مجدي اول ما اشوفك اقول بيرسون كوميل فو، انت منور حلمية كله من بابه. يا فندم والله الحلميه منوره بحضرتك، شاكر جدا. اهلا 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 يا فندم. شايفه مامتك؟ شايفه بتحبني زي، اعملي زيها. وده غريب جدا، بس بقولك ايه، انت عشان هنا في محلي ما ينفعش اسيبك وامشي. هتقول حاجه ولا امشي؟ قولي حاجه كده تاني، قولي كده تاني، قولي حاجه بس عشان خاطر من ده. والله طالعه من بقك زي العسل يا بنتي. انا عايزك بس ترضي عني يعني، لما تشوفيني في وشك ما تكشمليش، لما اجيلك ما تسالنيش انت جاي ليه، لما اتصل بيكي مش لازم تحسين ان انا تقيل على قلبك ومتطفل قوي كده، بس حاجه طبيعيه يعني. طيب اوكي، من باب الانسانيه يعني هعمل اللي انت عايزه. بس بس وانا كده ابقى مرضي قوي. ويا ريت بقى ممكن تعملي واحد برجر وواحد سويس من غير طحينه عشان نحتفل انا وانت. داكور. او ما نعملهم؟ لا بلاش. العصير ده بقى اسمه فوكاليز. فوكاليز؟ ازاي؟ وليه بقى؟ اصل ده عصير جزر بالعسل وعليه ليمون، وده مفيد جدا للاحبال الصوتيه، فقاموا رازعينه اي اسم كده فسموه فوكاليز. بس حلو صح؟ قوي. انت تعرف انه غريب قوي؟ بمعنى؟ يعني كل حاجه بعرفها عن طريقك بتبقى جديده او غريبه او حاجه بتمر عليا لاول مره. حاسس ان كلامك ده يعتبر مدح، مش كده؟ ده مدح بس؟ مش ممكن يبقى اي حاجه تانية. وانتي بقى ما تقولش اي حاجه، مش يعني عشان انا قلت عليك كلمتين حلوين لازم ترد عليا بزيهم. بلاش جو المجاملات ده. القهر ده لعلمك بقى، انا جوايا حاجات كتير قوي كان نفسي اطلعها. لما صدقت انك فتحتي لي باب اطلع اللي جوايا تقومي قافلاه في وشي كده. ايه ده بجد؟ او انها بجد. طيب قول قول. طب المصحف ما انا ايه. اهلا اهلا.
اهلا يا نازك هانم، نورتي البيت. اتفضلي يا ماما، اتفضلي. البيت ده ولا يشبه اي سرايا من السرايات بتوعنا. معلش يا ماما، استحملينا بقى وامرك لله. وبعدين انت جيتي البيت ده قبل كده، انت ناسيه؟ انا جيت المكان ده هنا؟ والله لا لا مش فاكره. طب معلش مش مهم، تطلعي بقى عشان ترتاحي في اوضتك. يلا وصيفه، خدي جدتك وطلعيها على اوضتها. نازك قدامي، وريني الاوضه. يلا يا انا. سيو سيو يا روحي. الو، مساء النور. معالي الوزيره. ايوه مين معايا؟ مع حضرتك كريم. كريم السمنودي. كريم؟ ايوه يا كريم. طالبني ليه؟ عايز ايه؟ معقوله يا فندم ده برضه سؤال؟ حضرتك بتشغلي منصب سياسي رفيع، وانا بعد برنامج صوت الناس اللي بيقدمه الاستاذ صفوت سلطان. والله؟ طب يا سيدي الف مبروك على الوظيفه الجديده. بس برضه انا مش فاهمه الغرض من المكالمه ايه. احنا كنا حابين نستضيف حضرتك في حلقه على الهواء في الوقت اللي يناسب معاليكي. والله انا مشغوله جدا في الوزاره، وفي مستشار اعلامي تقدر تتواصل معاه. ايوه يا فندم، بس ليه حضرتك ما تجيش بنفسك؟ الناس برضه من حقها انها تشوفك وتسمعك بنفسك. الناس ليها حق عليا اشوف مصالحها. لما يبقى بقى عندي وقت فاضي ابقى افكر اطلع في الاعلام. ايوه يا فندم، بس الناس عايزه بعض الاجابات. ناس ايه؟ انت عمال تقول لي الناس الناس. انت مين انت عشان تتكلم باسم الناس؟ هما الناس مدين لك توكيل تتكلم باسمهم؟ من فضلك ما تضيعش وقت اكتر من كده. مع السلامه. القرف ده. قفلت الخط. كويس ومال، شيء كنت متوقعه. ما قلت لك بلاش انا اكلمها. مش كفايه ان انت اللي هتحاورها؟ ومين قال لك ان انا كنت عايزه توافق؟ امال خليتني اكلمها ليه؟ لا ده مش شغلك خالص، انت هتنفذ وبس. يعني ايه يا صفوت؟ وانا من الشغل؟ لا مالكش راي. ايوه بس انت كده بتخليني بقى ايه في في انت 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 شايل التكليف ده بناء على ايه؟ كريم انا عايزك تفصل ما بين العلاقه العائليه وعلاقة العمل. أنا عينتك في الجريدة هنا وفي القناة وأنا رئيسك في الاتنين. يا ريت بقى تاخد بالك من أسلوبك وأنت بتتكلم معايا المرة الجاية. جرايا صفوت، أنت بتكلمني إزاي بالطريقة دي؟ أستاذ صفوت، أنا أحب شغلي يبقى في احترام، ولازم كل مرؤوس يحترم الرئيس بتاعه. أنا هيتكلم معايا بالطريقة دي وبالأسلوب ده؟ انا كنت اهم منه الف مره. ايه ده يا كريم، انت عارف الاستاذ صفوت هو اسلوبه كده، وبعدين في الاخر انتوا نسايب. نسايب؟ لا وحيد، لا ده قصد يذلني. ده انا كنت، ما احنا ابتدينا مع بعض يا وحيد، واحنا كان لنا موضوعاتنا ومقالاتنا وخبطاتنا الصحفيه وكان لنا اسم. بس نفسه هو كان ايه؟ كان يا دوبك يجري يطلع يغطي حدث، يجيب خبر من هنا ولا من هناك. الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي الوضع اتغير. شوف هو فين واحنا فين. ايوه زمن غريب، بس انا بقى كرامتي ما تسمحليش ان انا اتحمل الوضع ده. وتقعد تاني من غير شغل؟ كريم اسمع كلامه واسكت واستحمل ومشي حالك، او تاخد لك قرشين كويسين. وبعدين انا عارف قناه بي تي في بتدي فلوس كويسه، واحمد ربنا ان خدك مع القناه. ده حتى دول انا مش فاهمهم ومش برتاح لهم. مين دول؟ حسن الليسي ده واخد دكتوراه في الاعلام. دكتوراه؟ اتحداك انه كذاب وعمره ما درس الاعلام خالص. وبكره تشوف. ايه ده؟ مالك يا امير، في حاجه؟ مكشر كده ليه؟ سيريون، بس ممكن ابقى تعبان شويه من الشغل يعني. على فكره
أنا مبسوطة جدا إنك قدرت تثبت نفسك في الشغل وبقت الناس تجيلك بالاسم. مش للدرجة دي يعني. هو كل الحكاية إنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمني واشتغلت في مكتب محاماة كبير جدا فخدت فرصتي يعني. أوعى تفتكر إن صاحبك ده جابك بس عشان أنت صاحبه. لا، هو أكيد عارف إنك محامي موهوب. يمكن. اتفضل. شكرا. لا بس انت برضو مش عاجبني. كيسكي ليا هو؟ لا ما فيش حاجة، عادي يعني. وانا ممكن اسألك سؤال يا مدموزيل؟ اسأل. انت بتشوفيني ازاي؟ يعني لو حد سألك رأيك في اجابتك هتبقى ازاي؟ انا اتسألت السؤال ده كذا مرة، وكل مرة كنت بقول أمير ده أكتر حد في الدنيا أنا بطمن وهو موجود. أنا بجد بحس بأمان معاك. يعني مثلاً لما حصل الموضوع بتاع الناس اللي تبع سفيان دول، أنت اللي شلت كل حاجة وشلت التحقيقات وكنت معايا في الموضوع كله. لما تاه مني جمال مثلاً كنت معايا وبتساندني. وجودك في حياتي بجد حاجة أنا بحترمها وبقدرها جداً وبحبها قوي. أنت بجد أخويا يا أمير. طبعاً ده يعني شرف كبير لي يا مدموزيل. هيقلي جه وقتها بقى. ليه ايه؟ يا مدموزيل دي 100 مرة أقولك ناديني باسمي على طول. بلاش يا مدموزيل دي. لا هي بس يعني تعود. احترام طبعاً. احترامك ليا واصلني من غير أي ألقاب. يعني أنا مثلاً بقولك يا أمير، أبا مش بحترمك يا أستاذ أمير؟ لا إزاي يعني؟ بس أنا يعني زي ما قلت لحضرتك يعني اللي هي فعلا تعود يعني. طيب بس انت ليه سألتني عن رأيي فيك يعني؟ هو انت ما كنتش عارف؟ لا طبعا عارف، بس الواحد يعني احيانا بيحب يسمع رأي ايجابي من الناس اللي بيحبوهم. طيب انا عايز اعرف برضو ايه اللي قلق؟ مالك؟ بصراحة كده مجدي سليمان غانم هو ده اللي قلقني. ايه اللي فكرك بيه؟ ولا حاجه، لمحته النهارده جاي من عند ليلي كار انا في السكه يعني فافتكرته. اه لا ما تقلقش، سيت انا مي صديق يعني. وبعدين هو مش مؤذي خالص، بالعكس انا بحس انه طيب وغلبان وقلبه ابيض من جوه. عموما ما تقلقش عليا، انا خلاص اتوكدت. فندم؟ هي ما بتتقالش كده بالظبط يعني، بس انا قصدي ان انا خلاص بقيت هرشه الليله يعني. توتكت هي كده. انت بتجيبي الكلام ده منين؟ من مجدي. الله ما تقوم نرقص، والنبي عشان خاطر سليمان السكره ما تكسف سالي، دي بنت يتيمي. يا ست ارقص، اهدي كده يا ست الكل، اهدي مش محتاج اي حاجه. قومي شديه عشان نرقص، هو خجول. كله نازل مش طالع، اصل الحال ما بقاش نابع. كله نازل مش طالع، عين الحاسود فيها ودان الحاسود. أتاريك مش عايز ترجع بيت الغنم تاني. وانت يا سمجدي مش عيب عليك تسيب ابن اخوك يقع في الرذيلة وتبقى انت اللي مساعده ومقويه؟ تعملوا ايه يعني يا حاج زاهر؟ اعمل ايه انا؟ وانا كنت خلفته ونسيته؟
بعدين يا اخويا افهمني، الواد لسه صغير، خليه تحت عيني احسن، هو معاه في الراحه والجايه، الواد في سن حرج. اخرس جتك البلا عيل مالكش عازل. اسمع يا انت وهو، انا خلاص رجعت. عارفين يعني ايه رجعت؟ يعني خلاص مش يومين ثلاثه وراجع ميت الغانم تاني. انا هنا عشان اصلح حال عيله الغانم. انا فقت، وعارفين مين اللي فوقني؟ مين يابا؟ الباشا، الباشا سليمان عبد التواب غانم بذات نفسه. أنا لقيت نفسي يما قاعد في صحن الدار بنيت الغانم ودايس في جله وعلى راسي طين، وكل ما اشيل الطين اللي على راسي امد ايدي التقي منه تاني. يا ساتر استر يا رب. ندهت على فاطمه ما ردتش علي، الله يرحمها ويحسن اليها، لحد ما حسيت ان انا خايف ياما، خايف وبدات ابكي ابكي، ودموعي بقت انهار من كتر الخوف. وفجاه لقيت ابويا واقف على باب الدار عافي وبصحته، وبصلي بصه رعبتني. انا خفت اكتر لكن قلت لا، ده ابويا اللي وحشني من زمان. طلعت اجري عليه عايز احضنه، لحد ما بقيت قدامه عدل، راح ضربني حته الم ياما. لسه حاسه لحد دلوقتي، كفه كان عامل زي الفرائله. بعدين بصلي وقال لي الحق ولاد الغانم يا زاهر، الحقهم قبل ما يلبسونا طرح. يا قوة الله يا حبيبي يا سليمان. اللي أقول لي يا زاهر، هو ما جابش سيرتي؟ جاب سيرتك؟ جرى ايه ياما؟ ده حلم، زيارة في الحلم. وبعدين المهم ركزي معايا، أنا صحيت من النوم لقيت نفسي بدور على الواد سليمان. خيبة الله عليه، والله خسارة فيه الاسم. اتصلت عليه ما ردش علي، وبعدين قلت أنزل أدور عليه. نزلت جريت على قهوة السماحية، قابلت زينهم. زينهم السماحي. زينهم السماحي مات من زمن الزمن ياما. مش حلم؟ أنت قلت التقيت أبوك، يبقى كمان التقيت زينهم السماحي. لا ياما، انتي مش مركزة معايا. ياما أنا قلتلك صحيت من النوم، اتنيلت وصحيت من النوم، دورت على الواد سليمان ما لقيتوش، جريت على قهوة السماحية، قابلت زينهم زكريا، ابن الأسطى زكريا والست إصلاح، سألته على الواد سليمان ومجدي، قال لي لا ما شفتهمش. راح الواد نبوي كان معايا غمزه بورقة بمية، راح أعطيله عنوان محل المسخرة اللي هم فيه. طب وبعدين؟ والله سبحان الله والحمد لله، كأن الحلم ده ياما إشارة عشان أقبل المشروع اللي معروض عليا دلوقتي، أكبر سلسلة محلات سوبر ماركت فيك يا بر مصر، سوبر ماركت الزوال. وعارفة مين اللي هدخل معاه شريك؟ مي المخفي المدعو اللي اسمه بس. شوفي يا بنتي، اخوك نزار ده يبقى حفيدي انا، انما اخوك التاني اللي انت بتقولي عليه اسمه باسل ده يبقى حفيد حد تاني. باسل اصلا مش اخويا انا. شوفي باسل بالنسبه لي زي مامي وانكل عادل وانكل علي الله يرحمه. وإيه العيلة اللي كلها لخبطة دي؟ وعلى العموم جدك هو اللي عمل اللخبطة دي كلها. سليمان غانم. لا يا حبيبتي، سليم باشا البدري. سليم البدري أصلا مش جدي أنا. إيه ده؟ أنت بنتي أنت تبع مين بالظبط؟
طيب كفاية انك بنت زهرة وخلاص، اي حاجة تانية بقى انا مش عايزة اعرفها، مش فاهمة ومش عايزة اعرف. وانا ايه، مخي دفتر؟ اسمعي بقى، طالما انك عايزة تبقي نازك يبقى لازم تتصرفي تصرفات نازك. نازك هانم كسلاح دار، يعني كرامتك تبقى اهم حاجة في الدنيا. لما تمشي تمشي وراسك مرفوع لفوق، نظراتك تبقى بحساب، لما تدخلي اي مكان لازم الكل يشعر ان في تغيير كبير حصل في المكان. كاريزما عاليه، شخصيتك تفرض نفسها على الكل. انا كنت كده، ومش عايزه افكرك انك تهتمي بالاناقه وتشتري شويه برانيت شيك وتربونات كمان. برانيت؟ ايوه، بكل الالوان. البرانيت دي مدتها راحت من زمان يا انا، سيبك من موضوع البرانيت ده، خلينا في الحاجات الاولانيه اللي قلتيها. انا حبيت قوي اللي انت قلتيه، ازاي ابقى كاريزماتك، ازاي تبقى شخصيتي اقوى من اي حد، ازاي افرض شخصيتي على الكل، وازاي ابقى اهم واحده في كل مكان بدخله. صح صح. طيب ولو ان البرانيت مهمه جدا بالنسبه لي، لكن في حاجات تانيه مهمه قوي هقول لك عليها. بس روح اقفل الباب عشان معالي الوزيره ما تجيش تقفل. حبيبي يعني. أنا مبسوطة قوي يا فاتن إن عادل اتحسن كتير، يعني يا فاتن موضوع رجوع مامته وبعدين موضوع الفيلم اللي دخله، حاسة إن معنوياته ارتفعت وبقى أحسن بكتير. طب الحمد لله، وده مأثر عليكي في علاقتكم مع بعض بشكل أحسن ولا متحسن مع نفسه بس؟ بصراحة يا فاتن مش مهم، أنا مهم عادل طول عمره حاسه مش حلو، بعدين انا قررت الاقي سعادتي في الفتره اللي جايه في نجاح عادل. طمنيني اخبارك ايه مع الشيخ محمد؟ انا الحمد لله يا قمر مبسوطه قوي، رغم كل الناس حذرتني منه بس الراجل بيراعي ربنا فيا ومش محسسني باي فرق لا في السن ولا في اسلوب التفكير، حتى توجهاته السياسية مش فارقة معايا. حاسة إن أخيراً ربنا كرمني بالراجل ده. طب الحمد لله يا فاتن، فرحتيني بيكي. الحمد لله. بس عارفة يا قمر أنا اللي مضايقني ومحزنني هو أخويا زينو. ماله؟ الفترة القليلة اللي قعدت معاه اكتشفت حاجات ما كنتش أتصورها. ما أنا قلتلك وكلمتك كذا مرة وإنتي ما صدقتنيش. لا ما كنتش فاكره ان الموضوع وصل لدرجه دي ابدا. طب والله العظيم يا فاتن لولا ان زينهم ابن عم زكريا وطنط اصلاح الله يرحمهم ما كنت خليته في القهوه ثانيه واحده. الله يرحمهم. عارفه انا بفكر اخلي الشيخ محمد يتكلم معاه، هو بيعمله الف حساب. احنا لازم نبقى اوضح بكتير بالنسبه للناس. انا برنامجي اسمه صوت الناس، يعني دايما في كل حلقه لازم اعبر فيها عن الناس ومشاكلها. كنت متصور اننا برنامج سياسي يا استاذ صفر. ومشاكل الناس دي نتكلم عنها فين؟ في برنامج طبق اليوم؟ هي مشاكل الناس دي مش سياسه برضو يا استاذ؟ حضرتك ما وضحتش تقصد ايه بمشاكل الناس. مشاكل الناس كتير ومش كلها ليها علاقه بالسياسه. كل حاجه مرتبطه ببعضها بشكل او باخر. وبعدين أنا كلامي مش واضح بالنسبة لك لأنك قطعتني أثناء كلامي. مرة تانية يا أستاذ ما تقطعنيش وأنا بتكلم، لأن في تمام الجملة ممكن تلاقي أجوبة لأسئلتك. أعتقد كلامي واضح. يا سيدي مش مشكلة، كريم بيستفسر مش أكتر. مفهوم مفهوم. المهم أنا عايز الحلقة اللي جاية نتكلم في موضوعين أساسيين، الغلاء والمحظورة.
وعايز في بداية الحلقة تقرير نسرت فيه سياسة زهرة غانم في الكام شهر اللي فاتوا مقارنة بمرحلة حلمي خليفة. وأنا في بداية الحلقة هنوه إنها رفضت الظهور معنا في البرنامج.